ماشي ماشي ماشي. صعب الدف في الكهيل. أنا راح. نحول الدودة إلى خنفس. طيب استنى نشوف. وتتزوج بعد 80 يوم وفوقها حاوية طبعا مثل ما انتم شايفين حنافس وشوفان بالمستقبل. انا ما استثنيها هذه ان تكون على من ضمن طلبات المطاعم. يعني انا بالامانة طموحي مو بس ان اكل للطيور يعني ايضا للانسان كبديل غذائي ناجح. انا ما اكل بس هسه يعني شوف صار هذا الترتيب في الكويت صار تغيير كم انا خبرت صاحبتي افتح تبي تروح؟ يحتمل كبير ان شاء الله. ان شاء الله. عشان وجهك يبين. اوكي. بس خليك. بدي امسك صورية معك. والله واحد.